استجابة لما عرضته قناة التغيير في تقرير سابق حول الغضب الشعبي جراء عدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية في النجف بتسعيرة الأمبير الشهرية، الحكومة المحلية تطلق حملات أمنية لمراقبة جباية الأموال وفق السعر المحدد سلفاً، وسط إشادة من المواطنين بدور القناة الناقل لمعاناتهم. الإعلام له دور مهم على رأس قناة التغيير، لأن قناة التغيير هي السباقة بالحدث. بأي فساد، بأي منظومة تحكم العراق، هي دائما السباقة بالحدث. تصور يعني قناة التغيير أبسط الأمور اللي هي إدارة المولدات بالنسبة لسعر الأمبير من 6000 إلى 4000 دينار، لها الفضل الكبير بهذا الشيء. منجز حققته قناة التغيير، ما أعتقد يعني من بعد القنوات الأخرى ما حققوا أي شيء. كثيرة هي المؤسسات الإعلامية العاملة في الساحة المحلية، إلا أن القليل منها فقط من وضعت بصمتها وتأثيرها بحسب صحفيين في النجف. أشاروا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في تشخيص المشاكل والبحث عن حلولها أيضا. الإعلام وصل رسالة محايدة، هو أداة نقل لكل الأحداث، نقل لهموم الشارع. حقيقة قناة التغيير لها دور واضح ودور يعني بناء، تبنت عديد من المواضيع في يعني قضية الفساد الإداري أو الحالات السلبية. وكان أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية في النجف قد خالفوا قرار الحكومة المحلية بتحديد سعر الأمبير قبل تراجعهم لاحقا بعد تناول قناة التغيير لهذا الأمر وتشخيصه في وقتها. وبحسب متخصصين في الإعلام فإن دور السلطة الرابعة لا يقتصر على عرضها للمشاكل فقط، بل يكمن تميزها في ضرورة بحثها عن حلول واقعية وفعلية أيضا. من النجف، محمد رزاق، التغيير.